لكتير عالم انت صاحب مطعم، لعالم تاني انت من اهم الناس اللبنانيه اللي فتحوا مطاعم بدبي. لالي صدقني انت شخص بقعد معك وبتسمع لك لساعات وساعات واكثر بكثير من صاحب مطعم او من لقمه طيبه. فادي الصفد اليوم طلبت منك انه نكون قاعدين سوا على رح تسميه انترفيو، لانه بتستاهل اكثر بكثير من هيك. تسلم. انت رح تخبرني انت مين، وين كنت، وين صرت، واليوم صفدي مع اولادك لوين اخذ لك لبنان. اهلا وسهلا فيك انطوني، منورنا. وانا كثير سعيد بهذا اللقاء صراحه. عاده انا ما كثير بحب بين يعني، بس محبتي فيك وثقتي الكبيره فيك، مبسوط بهذا الانترفيو صراحه يعني. بدي اتجنب كلمه انا ما بحبها كثير. نحن عرفت شو بلشنا بالصفدي مع الوالد الله يرحمه. كانت بلشت بداياتي كان بلبنان حرب، سكرت المدارس وبي نزلني على الملحمة بال 76، كان عمري 13 سنة، فما في مدارس. فنزلت على الملحمة مع بي وشافني اني هيك حرك وشاطر وهيك، وصرت ألفي على المحل وتعلمت المصلحة. كان أول سنتين اعترضت كتير انه شو عم تشغلني نظافة، فقال لي بي أنا ناوي أقعدك مطرحي، لتقعد مطرحي بك تبلش من هون. بلشنا نظافة، جالي وشطف تنظيف، والحمد لله تعلمت المصلحة وأنا تعلقت بالمصلحة. فرمالي رأيت الأمور ببيروت، رحت على مدرسة ليلية لحتى ضلني بالشغل لأنه كتير حبيت الشغل. وكانت البداية من هونيك يعني بالملحمة عند الوالد الله يرحمه. كان بي كتير مميز كملحمة ببيروت، وزباين كان يورد للمطاعم وللأوتيلات، يعني زلمة كتير كان مهم بشغله الله يرحمه. فتعلمت منه، هذا كان بداياتي من ملحمة ببيروت لحدا صدر النفس اللبناني على دبي. نعم. اليوم 3 فروعة مطبخ بياخد العقل الحمد لله. شو اللي شو الدافع اللي بخليك ماشي او كف المسيرة بهالقوة؟ هو صراحة انا عندي شغف قوي على الشغل وبحبها للمصلحة. يعني ممكن اذا بدي اشتري شيء بخصني لالي فكر كتير، مثلا غير سيارتي او جيب لي غرض او اشتري لي شيء شغله لالي، ممكن فكر كتير بالموضوع. بس لحتى اطور بمطبخي يجوا الشباب يقولوا لي في شيء جديد للشغل، ما بتردد ولا يعني قراري بيكون كتير كتير سريع لطور الشغل ولحسن الشغل. يعني كل عندي شغف لالها بحبها، يعني بقضي كل وقتي بالشغل، كل وقتي. وهذا في اعتراضات من العائله دائما علي انه انا بشتغل كتير. خلينا نبلش بالملحمه. نعم. بلشت ملحمه. نعم. لحمه. نعم. برجع بعيد ببيروت. نعم. وشفت صور مبينة الملحمه بتبيع لحمه قد ما اليوم ما لحم فيهم على 10 مرات، كانت أيه. اساس أيه. البدايه. نعم. لكن كنا بالسبعينات كنا نبيع 7-8000 ليره لما كان حق الشقه بيروت 60-70000 ليره 3 اوض نوم. يعني كان شغلنا كثير قوي، بابا كان كثير معروف يعني. واللي ساعدني كثير انا لما فتحت المطعم ببيروت، انا واخواتي كنا، انا والشباب اخواتي كتفنا لنفتح مطعم مهم يعني. كان لما فتحنا ببيروت كان اسم الوالد الله يرحمه بالنسبه للحمه كان عندنا صيت يعني فتحنا المطعم مع صيت. انا رحت على السعوديه اشتغلت، كان عمري 18 سنه وشي يعني، رحت على السعوديه اشتغلت لحام بقلب مطعم وكنت جاهز اللحمه انا، فكنت اصغر واحد بالمحل وبعتقد كنت يعني اكثر واحد اكتف بالمحل يعني. أي الحمد لله تعلمت بالسعودية شغلة المطاعم بمطعم عادي يعني، وبعدين حطيت ببالي أني أوصل للي أنا بدي إياه. من ملحمة على مطعم. أي. هالمطعم. نعم. بلش. نعم. وين بلش صحن الحمص، وين بلش التبولة، شو اللي بلشنا ببيروت بالملة حد بيت دكتور سليم الحص بيقولوا له منطقة الملة، بلشنا بهذا المحل. يعني تطورت معنا الفكرة تحت، وبعدين إلي زبون معرفي صديق أنا وياه كمال غيس، he's my partner. هو كان دايما يقول لي أنت ما لازم تكون هون، لا تعال نعمل شيء برا، تعال نعمل شيء. هو يعني كانت إنه قلت له خيي يلا بنتكل على الله. فجيت أنا وكمال على هون، وكانت الفكرة إنه نعمل مثل صفة ببيروت تيك أواي وساندويتش. بعدين قلت له أنا شفت البلد بلاقي إنه لازم يكون عندنا ريستورون كتير كتير مرتب، هذا اللي أنا شايفه يعني. فهو اقتنع بأفكاري وآمن فيني يعني زلمة، ونيتنا على بعضنا والله وفقنا وكبرنا وجيت على البلد ولادي صغار يعني كانوا هون. سنة 2000 كان أول مطعم للصفدي بدبي بشارع الرقة، كان 540 متر.
فجبت معي الأكيب تبعولي اللي هن شباب يعني بين هلالين. الشباب اللي معي في شباب معي من 94، في شباب معي من 97، في يعني من التسعينات بعضهم معي بالشغل لهلا يعني، ومن 2000 في كتير شباب معي صار لهم زمان كتير معي، عدد لا يستهان فيه يعني. اسم الله نحن هلا من بين 560 يعني 560 شاب تقريبا بيشتغلوا معنا. ف فقالك اياها مثل ما هي، اذا سكرت عيوني اليوم بدبي نعم. واكلت شاورما بعرف انه من عندك، واذا اكلت لحم نيه بعرف انه من نعم. عندك. شو سر اول شيء الطعم الكتير طيبه نعم. النفس والنجاح؟ شوف اول شيء هذه المصلحه بدك تعطيها لتعطيك، بدك تحط التسعه لتاخذ العشره. علمني بي شغله الله يرحمه، قال لي المصالح بتحب الفت ما بتحب اللذ، بدك تصرف على المحل لا يعطيك. يعني في اشياء كثير اساسيه لاستمراريه المطعم، بده يكون عندك خمس اشياء. انت بتمسك السكين او الملعقه او اي شيء، كمان بتمسكها بايدك اليمين بتمسك الاكل بايدك الشمال. في خمس اشياء ما بيتفرقوا عن اصابع ايدك، بدك النوعيه والكميه، يعني تعطي زبون حقه لما تاخذ منه، والسعر والنظافه والخدمه. يعني هون خمس اشياء لازم يضلوا موجودين مع بعضهم للمحل يستمر. عرفت كيف؟ يعني في عالم عندها مطاعم، عندها انترتينمنت، عندها مطارح حلوه، عندها لوكيشن، شو ما قدم الناس مضطره تقعد، نحن مقصودين على اللقمه. يعني بيقدر واحد اذا كان عم تعطيه سعر منيح وكميه كويسه ولقمه نظيفه بامن بياخذ لبيته وبياكل هو مرته ولاده، اوفر له ما يطبخ بالبيت. يعني انت بدك تستمر. انا مبدأي انه ما غلي اسعاري لحتى الزبون اخذه 20 مره بالشهر بدل ما اخذه 3 مرات بالشهر، بكون عم بربح اكثر بكثير وبكون انا مرتاح وعم باخذ قرشي حلال الحمد لله. هذه شغله مهمه. يعني اليوم في مطبخ كثير كبير وكثير مهم بيعمل اكثر بكثير من اكل للمطعم، بيعمل كيترينج نعم. وعن جد امباسادر اوف لبنيس كويزين نعم. بدبي نعم. خبرنا اكثر الشباب عنه. الشباب بكل ثقه بقول لك نحن هلا اذا كان بتقلنا عنا اوت دور كيترينج وست اب 24 ساعه ممكن نوصل ل 3000 شخص على هاي كواليتي. ممكن وي كان سيرف 3000 بيبل. القدره تبع مطبخنا ممكن بعد تفتح 4 فروع غير بحجم المطاعم تاعتنا. يعني بعد بيستوعب يعني هذا المطبخ عم نستهلك نحن اليوم 35% من الطاقه تاعيد. الناس بتبلش معك وبتفوت على عائله، خبرت عن عالم صار معك اكثر من 10 سنين نعم وبيكبروا معك وبيامنوا باللي بتعمله نعم. وبعتقد سر النجاح اكثر بكثير من انه بيشتغل عندك او معك هو بيامن فيك نعم. كيف بتدير كل شوف هذا الشباب اللي معي يعني بيجيون عروضات كثير، بتعرف احنا عندنا مصلحه ناجحه وهيدا هلا صار نوع من الايمج والبرستيج. في كثير رجال اعمال عم بفوتوا على البزنس تبعنا للايمج وهذا صارت مصلحه محبوبه بالسوق يعني وعليها العين. فكثير انفستر بيلحقوا الشيف، بيلحقوا العالم اللي بتشتغل عندك. انا بفتخر انه كثير اوتيلات كبيره ومطاعم كبيره اخذوا ناس من عندي، بفتخر بهالشيء. وانا بشجع الشباب انه اذا اجاهم اوبورتونيتي اجاهم عروضات يروحوا لبرا، بحبهم يكون عندهم طموحاتهم يكبروا، اذا كان وقفوا بليفل معين عندي ليكبروا، لانه انا عندي اولاد شباب وبحب شوفهم كثير منيح، كمان بحب شوف اولاد الناس مرتاحين ومبسوطين. انا من مبدأي بالشغل انه الشباب بيشتغلوا معي ما حدا بيشتغل عندي، وهيدي اول شغله علمتها لاولادي. قلت لهم اذا بدكم تفوتوا على الشركه وتشتغلوا معنا من اصغر موظف لاكبر موظف بالشركه بده يكون بيشتغل معك لحتى تقدروا تكونوا فريق عمل تسمعوا بعض لتوصلوا، لانه الامر والنهي شغله ما بتسر بالشغل. يعني حتى نحن البيئه بالشغل عندنا مريحه للموظفين لينجوا، بحط لهم موسيقى بالمطبخ، سكنهم كثير مرتب، عندهم جيم، عندهم اكتيفيتي، مرتاحين، ثيابهم نضاف. نحن من المطاعم الوحيده بالبلد اللي عندنا اور اون لاندري، عندنا كل شيء بنبلش فيه من صفر. حتى تياب الموظفين بنهتم فيهم نحن، ما بنقبل نعطي لاندري لحتى نضلنا محافظين على الستاندر شو اسمه برمضان كل سنه بنحط مصاريف كبيره ما بيشوفوها الناس، الزبون ما بيشوف الديتيلز، بس بفوت على محل عمره 17 18 سنه بحسه بعده جديد. في باك ستيج كبيره عم تشتغل، في اشياء ورا المسرح يعني عم نشتغلها ما بيقدر يشوف الزبون تفاصيلها بس بحس براحه فيها. بس نحن كل هيدي بنفوت فيها التفاصيل.
مطاعم لبنانية بدبي قد ما بدك. نعم. مش أنا عم بقول، الناس بتقول. صح. بيجي عند السفر يسأل بدي أكل لقمة. ليش؟ آه كلهم خير وبركة، واللبنانية أنا بنبسط بفرح كتير إنه نحنا بشكل عام كل المطاعم اللبنانية موجودين والمنافسة كويسة، وأنا مبسوط إنه كل اللبنانية أخذين حصة كبيرة من السوق. يعني اليوم أنت المطعم اللقمة اللبنانية صارت عالمية، كل جنسيات العالم بفوتوا لعنه بيستمتعوا بالأكل وبيعرفوا شو عم نعمل. يعني المنيو تبعنا غني لكل الجنسيات لكل الأفكار. مثلا عندك جالية كبيرة من الهنود بيجوا لعنا لأنه فيجيتاليان، مطبخ في كتير مجال للفيجيتاليان، مقبلاتنا كلها فيجيتاليان ولذيذة وخفيفة. يعني الناس اللي بتحب السمك بتلاقي عنا السمك، اللي بتحب اللحمة بتلاقي عنا اللحمة، كل شيء موجود عنا. هلا هو بلبنان في نجاح للقمة لأنه الناس تشتغل بالتخصص. يعني بيجي عبالك فلافل تروح نبيع الفلافل، بيجي عبالك منقوشة تروح نبيع المناقيش. يعني في تخصص بيبقى مركز على شغلة واحدة. نحن قدرنا بالصفدة نجمع كل هالأشياء مع بعضها. بس أنا لما كان محلي بعده صغير ما كان كل شيء عندي. لما بلشت كبر المحلات لأنه كل صنف بدك تعطيه حقه، لما قررت أعمل مناقيش عملت ديبارتمنت للمناقيش بقلب الصفدة مشان ياخد حقه ويطلع صح، ما يطلع انه بس انه عندي منقوشة. ولما فوتنا السمك كمان لما كبرنا المحل حتى حطينا السمك. يعني كل نوع بفوت بينشغل عليه فترة طويلة قبل ما يكون بريزنت لزبون، لحتى تعطيه لزبون بدك تشتغل عليه بطريقة صح. لانه اهم شيء انه انا ما بيهمني لما الزبون بيجي بيقول لي والله فلان اكله طيب، فلان عنده الكفتة طيبة، انت الحمص عندك اطيب منه، انا بقبل النقد وبستوعبه. بس انا بهمني انه انت اذا اكلت عندي اي صنف من الصفدة ترجع بعد 5 سنين 10 سنين تاكل نفس الطعمة. يمكن يكون غيري اطيب بنوع معين بس انا بعطيك نفس الطعمة، يمكن غير محل ما يعطيك نفس الطعمة 5 سنين. هذا بتميز بالصفدة انه عندنا ستاندر ما بيتغير، لانه رو ماتيريال شغلة كتير مهمة. اذا بطلع اكل طيب اشتري رو ماتيريال غالي ومنيح بتوفر بالاخر. قديش غراض بتجي من لبنان لهون؟ كتير اشياء ومن غير بلاد كتير اشياء، زيت، طحينة، شغلات كتير، دبس رمان، كتير كتير شغلات منجيب من لبنان كتير. من فادي الصفدة للولاد هلأ عم بيكفوا. نعم. كيف التطور، كيف عم تواكب تطور الدنيا أو continuity؟ شوف الشباب بلشوا معي من أيام مدرسة، يعني فضل وعبد، عندي فضل وعبد الرحمن وطاها الله يخلي ولادك، ثلاث شباب بلشوا معي بالشغل بالصيفية بالويكند بالهيدا، بيجوا بيتواجدوا، عيشتهم الفكرة. أنا لقيت إنه ولادي عندهم الفطرة بالمصلحة، وأنا ما كملت تعليمي يعني، بس إنه الحمد لله الشباب عندي جامعين بين الفطرة والعلم. تعرف هلا كل شيء صار تكنولوجي وهذا، طوروا كتير بالإدارة بالدليفري بالمانجمنت بالمحاسبة بالصناديق بالكنترول، طوروا كتير كتير أشياء بالسيارات الدليفري. أنا تارك لهم المجال إنه يفتوا على المصلحة، ما عندي مشكل. فهني جامعين بين الفطرة وبين العلم، كتر خير الله لأنه الأشياء عم تتطور. أنا أخذتها بالفطرة الحمد لله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. في ناس أشطر مني وفي ناس تعبوا أكثر مني وصاروا أكبر مني، وفي ناس أقل مني بكتير وصار عندهم مصاري. هيدي أرزاق، أنت يعني أنا بؤمن بالأرزاق، رضا الوالدين والأرزاق ولا لا. يعني بلشت عم بقول أنه أنت أكثر بكتير من صاحب مطعم لإلي علم وشخص بحب أقعد معه. وهلأ هذا كان بدي اسمع، هول اللي الناس تفهم شو قصدي فيهم. والله هي في كتير، صدقني هي ما فيها كتير مرجلة، في توفيق من رب العالمين. يعني تتعب وتشتغل في مسببات للنجاح، يعني انك انت تقدر نعمة الله عليك، تركض ورا مصلحتك، تكون تشتغل بإخلاص، تركض على الشغل يعني تشوف الصح من الغلط، لأنه الغلط ما بيستمر. يلي بتترجم بناس بتحب ترجع بطول كتير حلوة وطيبة بنفس. طبعاً يا خي، زبون هو هدفك. أنا اليوم إذا كان بدي أكبر على زبوني، بدي أكبر على مصلحتي. أنا في شغلة ببيروت بتلفتني نظري، أنه
في كتير مطاعم بتفوت تحط فاتورة كتير كبيرة وبيعملوك انه المحل اكبر منك. هذه شغلة بتزعلني بقى ببعض المحلات. اكيد لازم المحل يضل اصغر من الزبون، لازم المحل يضل يفوت الزبون يحس حاله فايت ملك لعندك، فايت هو صاحب المحل. عرفت شو؟ انا بمرن الشباب انه كيف يتعاملوا مع الزباين، يحفظوا اساميهم، يعاملوهم بطريقة عائلية، يخلون يقولهم موني على المحل. عرفت كيف؟ بشوفونا دائما بيناتهم الزباين لألي ولأولادي وللمدرة. يعني هذه كمان شغلة سيكولوجي مهمة كتير للزبون، انه يفوت يحس حاله انه هو مرحب فيه ومعروف من هو، بيجيب ضيوفه بيكون مرتاح نفسيا، بيكون عارف انه فايت. وكمان شغلة كتير كتير مهمة انه بيعرف انه حياكل اكل طيب ويدفع فاتورة معقولة ويقعد قعدة نظيفة ومرحب فيه. هذه كلها بدك تجمعها مع بعضها لتضلك ماشي، لتضلك مكمل. يعني اذا بدي اخبر، اذا بدي اطلب او اقول للجنريشن الجديد لهالشباب وحدة من هالجمل الكتير مهمة اللي بتقولهم، شو بتقلهم؟ بقول له يشتغل شو ما كان بس يكون بحبه اي شيء. ان شاء الله سوري بالكلمة كنت درجة، بس يحب الصباط اللي بده يشتغل فيه شو ما كان، بس يحبه اي بزنس. انا قلت لهم لاولادي ما بتحبوا شغله خذوا اللي بدكم اياه واعملوا البزنس اللي بتحبوه تنجحوا فيه. بس اي انسان بالدنيا، انت حضرتك لو ما عندك شغف وبتحب شغلك وشفتك انا ورا الكواليس قدام، يعني بدك تنجح. اي واحد بتابع شغله بده ينجح، بس ما تيجي غصبا عنك ما حيمشي الحال، مش راح يمشي الحال ابدا. ما بعتي البنال بعد اكثر. الله يخليك. على بكره استقبلتني وقلت لي عندي مفاجاه لك، شو رح نعمل انا وياك اليوم؟ بتعني كبنية بالمطبخ مع فادي الصفدي، ايدي باللحمه رح ناكل اطيب لقمه. انا شوف كيف نمسك السكين.